ولا شيء استاذ، جاية بالشغل. اشكي جايينا ضيوف كتير مهمين، مفروض يوصلوا على وقت الغداء وفي حجز باسمهم. بلشي اوكي؟ جاهزة. دخيلك يا رب، البنت عانت كتير بحياتها، ما إلها حظ من حدا. إذا كان التغى زواجها أكيد بيكون خير إلها منك. يا رب دخيلك عوضها بالخير. يا رب كون مع إشكي، هي ما عم ترضى تخبرني شبهها، بس أكيد أنت بتعرف. بتمنى ما بقى أشوفها حزينة كتير، لأنها بتستاهل كل خير. دائما هي بتتمنى الخير لغيرها. شو يا أنسة، انبسطتي؟ كل شي تدمر بسببك. يلا روحي من هون. كل شي أنت تمنيته صار أهان، بس ما بقى توصل. مستحيل تتوقع أني إجي أشتغل هون أصلاً. مستحيل حدا يتوقع أبداً، لا أنت ولا غيرك. هلأ كل شي رح يتحسن، كل شي رح يتحسن. أنت بس انسي إشكي، ما بقى تفكري فيه. آسفة، لأنه هلأ الأوتيل كله محجوز لبكرة. طيب شكراً. لو سمحت، مين هن الضيوف؟ لحظة بس، السيد فيرين مهتا وعائلته. طيب. إشكي؟ نعم أستاذ. جهزي الجناح الملكي لأنه رح يوصلوا، بس هدول الضيوف المهمين زارونا قبل هاي المرة وصار بين الفريق والضيوف مشكلة، والفريق ما بدهم يشتغلوا بوجودهم. خلص ما تقلق، أنا جاهزة إني يكون معهم أستاذ. كل شي رح يكون منيح، أنا بوعدك. أوكي. فهمني ليش لحتى نرجع نجي لهون مرة تانية. بس أمي خلاص، أنتي بس لا تحرجيني قدام السيد فيرين ميهتا. إشكي أنتي ويني؟ بس ردي علي. يلا سونو تفضلي. لا أستاذ ولا يهمك، أهلا وسهلا فيك. أكيد. إيه طيب أوكي، قليلي. أستاذ الجناح جاهز. والغدا؟ جاهز. اسمعي إشكي، هدول الناس الجايين مهمين كتير والغلط مو مقبول، أوكي؟ أكيد. شو يعني؟ قديش هن الناس مهمين؟ بكل ال... قائمة إشكي جاهزة. يا ربي، أنا معقول ضل هيك تخيلي؟ ديني، انت بتتوقعي انه هاي المناسبة مهمة هالقد؟ شو رأيك انت؟ ليش؟ شو فيها شي مهم؟ بدي اسألك سؤال صغير. هلأ اذا انا ما وصلت على الوقت وتأخرت، ما بكون فرجيتهم اني تقيلة واكابر؟ هافة نفسي على الحلو، شو رأيك تطلبي إلي وإلك؟ ايه؟ ولا جيني؟ ايه سرلو؟ شوفي شو جبتلك، خدي هاي، جبتها بس مشانك. وليش ما جبتلي شي تاني من المطعم؟ ولا خايف على جمالي؟ بحب عرفك. تكرم عينك، أي شي بتطلبيه بيحضر لعندك. عمتي، ماما وبابا كل شي بيهمون إنه تكوني مرتاحة، هاد وعد منا إلك. إيه طبعاً. تفضلوا. شكراً. Ring it on me.
ايش خيالك ما عم يفارقني؟ بعد من وشي! انت شو عملتي؟ هاد خيال؟ هاد مو حقيقي، انا عم اتخيله لحالي. انا اسف استاذ، هاد اول يوم إلها بالشغل هون. بعتذر عنا، اكيد ما بتقصد، بتمنى تسامح. هاد واقف قدامي عن جد. بعتذر. لو سمحت سامحني، أنا بعتذر مو بقصدي. أعطيني فرصة رح صلح كل شيء. صدقني ما قصدت تصير هيك، بترجعك أنا. كتير آسفة أستاذ. أنا بنظفهم. أنا بنظفهم. بدك سامحك؟ نطفي غرفتي. معك 7 دقايق لتنطفيها. بدي اشوفها عم تلمع. إذا لقيت فيها أي شيء، تأكدي إنك رح تخسري شغلك. حاضر أستاذ. ليش هيك عم تتصرف؟ هاد مو شغلة، وتنظيف الغرف كمان مو شغلة. وبطريقك ما تنسي تنظفي غرفة خطيبتي كمان. نظفي منيح إشكي. خطيبته بتكون بنته لصاحب الأوتيل الجديد. أستاذ، اعتبره صار. حاضر أستاذ. تحركي هلا. معقولة ما عندها ردة فعل؟ أستاذ مدى، أنا آسفة كتير مشان المشكلة اللي صارت هون بسببي. أنا آسفة إشكي. وهلأ بعد ما لقينا الخاتم منكمل المراسم؟ إيه إيه طبعاً، بعد ما راحت هديك البنت كل شي رح يكون منيح. ماما، برأيي دوري بتيابك أول شي. شوفي إذا الخاتم على الآن فيه. راج، بتمنى لو فيني ساعد إشكي بشي طريقة. يلا أهان. راجع عمتي. أنا متأكدة إن سرقته، بعرفها حرامية لأنه هي ضيعت الخاتم بخطبتها. سمعتوا؟ فتشوها. شو انتي ما ضل عندك كرامة او احترام لنفسك؟ يعني جاهزة تنهاني قدامهم او حتى تقعدي لحالك وتبكي بالزاوية بس كرمال ما تحكي الحقيقة؟ استاذ انا هلا بلشت استراحتي وهلا رايحة ارتاح، واذا انت احتجت اي شغلة تقدر تطلب اي موظف تاني غيري. شكرا لك. واذا خلصت استراحتك؟ بس حديثنا لسه ما خلص، ما راح يخلص لحتى افهم كل شيء. ما رح أتركك تروحي من هون بدون ما تجاوبيني على سؤالي. إذا ما جاوبتيني
بوعدك إنه بكرة الصبح رح تخسري هذا الشغل. احكي لي، جاوبيني. صحيح يلي عملته معك كان قاسي كتير، بس مو بإيدي. سكوتك هاد هو يلي خلاني أعمل هيك. إشكي لا تخليني أعصب مرة تانية، وإلا قلي لي الحقيقة، ليش لغيتي زواجك مع مايانج؟ إشكي ردي. ليكي، ما بيهم قديش صعبة الحقيقة، بس إذا خبرتيني الحقيقة رح أنسى كل شيء إشكي، ورح سامحك. هاد وعدي. الأغلاط هي اللي بتنغفر، وأنا ما عملت أي غلط يا أستاذ، صدق. أخي أخي، أخي أنت بتعرف هن شو عم يخططوا؟ قال بدهم يفاجئوك بخطبتك أنت وريا. أخي إذا ما كنت نايم جوا بتمنى تمسك أعصابك بعد ما تسمع شو بدي أقول. أهان فير مال هوترا، تخيل يغمى عليك بالحمام. تخيل يصير هيك شيء. للأسف أنا حدا مو محظوظ. أخي بدي خبرك شي كتير خطير، إذا عن جد أنت مو حاببها لريا فأنا برأيي هاد الوقت المناسب لتقول، لأني بتوقع أنك ما بتحبها، لأنه يلي بيحبوا ما بيبينوا زعلانين من بعض هيك. بصراحة أنا ما شفتك عم تبتسم من 6 شهور، دايماً معصب وما عم تحكي مع حدا. شو بك أخي ليش ساكت؟ على القليلة احكي ورد علي. على شو؟ دقيقة شوي، انت شو عم تساوي هون؟ مين في بالحمام؟ إشكي؟ كيف؟ امتى؟ وين؟ قصدي وين كنتي؟ طمنيني. الحمام صار نظيف استاذ. نطفي هاد، وكمان غيري شرشف التخت. أخي شو عم يصير؟ خبروني. إشكي شوفي، أنت منيحة؟ إشكي قولي شي. إيه سونو، تعي معي، نحن لازم ننزل لتحت. شو قلتي؟ يا ربي كيف بدي فهمك؟ اجت حماتك، تعي معي يلا انزلي بسرعة. عمتي ليش بدك يعني انزل شوفها؟ ما رح كون كنا منيحة لو شو ما عملت. أنا تعجبني ريا كتير لطيفة، والكل هون بيعرف إن كنا منيحة مو مزبوط، وحماتي بتقارني فيها دائما وبتضل تقلي كوني مثل ريا و... خلص روقي، خلينا هلأ ننزل بسرعة وإلا حماتك رح نلاقيها فوق. استني لحظة، بدي أعرف أخي أهان هنيك ما؟ لأنه إذا ما رجع حماتي رح تبلش تصرخ وتعمل لي محاضرة. لا لا لا، أهان مو هيك، أنا ما شفته. ومنزلي هلأ وإلا بيصير مشكلة. مفكرة مبسوطة واللي عملته شي منيح؟ أنت خربت حياة البنت. أخي طلع منيح على وش البنت، شكلها نسيت الفرح. شو دخلني ما منعتها تبتسم ولا منعتها تكون مبسوطة؟ هي عم تشتغل هون برغبتها، إذا عم تشتغل بهالمنتجع فمن واجب أنه تنظف الغرف. أوف يا، أنا تعودت على كل شيء مزعج ومو منيح إلا سارلا، ما بقدر أتعود عليها أبداً، ببلش راسي يوجعني ولو قعدت معها نص ساعة. هي عم تشتغل هون لأنك ما خليتها تشتغل بأي مكان تاني. خلاص بكفي. بس إشكي إشكي هون؟ إيه وينها؟ ليش؟ إشكي عم تشتغل بالمنتجع، كانت عم تنظف غرفة أخي والحمام. رح روح شوفها. استني،
ما حدا رح يشوفها، وانت قلع هالبنت فورا من هذا الشغل. برافو ستي، ضربيها كمان بالمرة مو هيك أحسن؟ أخي قلعها من كل الشغل ولسه بدك من هون كمان شي كتير حلو. أخي بترجاك حاجة تلوم إيشكي، يعني شو كان ذنبها لإيشكي بكل شي صار؟ فهموني شو بكن أنتوا الاثنين ليش زعلانين عليها؟ نسيتوا شو صار بسببها وشو عملت لما يانكو لعائلته؟ أكيد اثنيناتكن نسيتوا هالشي، بس أنا ما نسيت وما رح أنسى ولا رح خلي هالبنت تنسى. هاي البنت المكيودة دمرت عائلة كاملة، وبسبب وجودها العائلة كلها كانت رح تنتقل برا البلد. أصلاً هالبنت بتستاهل أكتر من هيك، ما حدا يدافع عنها. أنا خبرتها من قبل إني رح أخرب حياتها إذا شفتها قدامي، وهلأ ما رح ضيع الفرصة، ما رح أتركها بحالة. بوعدكن إني دمرها. غرفتك جاهزة أستاذ. هي سمعت كل شيء قلته ولساتها ساكتة. استني، خدي هاي إكراميتك. شكراً على الإكرامية، بس ما فيني أخذها، هالشي مخالف لقوانين المنتجع. لا تصدقوا عم تكذب عليكم سيد فيرين، أنا بعرفها كتير منيح لهالبنت. أصلاً هاي البنت واحدة خبيثة ولازم الشرطة تاخدها. أنتوا غلطتوا كتير، ما كان لازم تخلوها تشتغل بهالحفلة. تعالوا فتشوها، يلا بسرعة. سمعتوا؟ فتشوها. لأيمتى إشكي رح تضل بريئة؟ لأيمتى رح تضل ساكتة؟ لأيمت؟ ما عندي مشكلة إنه تفتشوني. استنوا ريا، أنت فتشية. احكي إشكي، احكي. لا تحكي شي إشكي، أنت بحاجة هالشغل، خليكي ساكتة. إشكي يلي بعرفها مستحيل تضل ساكتة لهي الدرجة، ليش صايرة هادية؟ وين عصبيتها؟ ما في شي. إشكي استني، كلنا اتهمنا البنت بدون أي داعي وفتشناها قدام الكل كمان، وهلأ بعد ما طلعنا غلطانين المفروض إنه كلياتنا نعتذر من هاي البنت. التجهيز كان مسؤولية هاي البنت، والخاتم ضاع بالقسم تبعه، يعني مسؤولية مين هالشي؟ نحن من حقنا نفتشها صح؟ لهيك ما رح نعتذر. إشكي احكي. أكيد ما حدا رح يشك فيها بلا سبب، هاي البنت عطتنا سبب لنشك فيها من 6 شهور مضيت. ماما شبك، واضح إنه إيشكي ما مع الخاتم، وبتعرفي في فرق كتير كبير بين الشيء الضايع والشيء المسروق. آسفة إيشكي. كنتي أنا ممنوع تعتذر لحرامية أبداً أبداً. أنا آسفة كتير مشان المشكلة اللي صارت هون بسببي. أنا آسفة إشكي.
وهلا بعد ما لقينا الخاتم منكمل المراسم؟ ايه ايه طبعا، بعد ما راحت هديك البنت كل شيء رح يكون منيح. ماما برأيي دوري بتيابك اول شيء، شوفي اذا الخاتم على الان فيه. راج بتمنى لو فيني ساعد إشكي بشي طريقة. يلا أهان. راجع عمتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.